nada a ver com essa dolcete. Montar meu dente também. Um livro da cor. فنحط بقى الخلطة بتاعتنا، ادي معلقة صغيرة من الملح، دي 4 معالق من اللبن، ممكن نزود اللبن حسب الكمية. عندنا دي بابريكا، عندنا ده كاري، عندنا فلفل، بس ربع معلقة من الشطة اللي حاجة يعني. حط 3 معالق من النشا، حط كمان معلقة بس كمان من الحليب، لو ما عندوش حليب ممكن يحط زبادي. هنبدأ ان احنا نحط القطعة البنينة بتاعتها. احنا هنسيبها في الخليط بتاعنا دوت لمدة ساعة ونرجع لكم ان شاء الله. خليكم ورجعنا معاكم. احنا هنا عندنا صينية طبعا دهناها بالزبدة، هناخد قطع الفراخ ونبدأ ان احنا نرصفها كده. هنرصصها كلها ونرجع. هي كده جهزت معانا، فاحنا هندخلها الفرن سخن لحد ما تتحمر يعني وتطيب لحد ما تستوي تماما. يعني هو الفرن تقريبا 180 درجة، ونشوف كده هي تستوي تقريبا في خلال 3 ساعة. فانتظروا. دي عندنا بطاطس احنا قطعناها صغيرة زي ما انتوا شايفين، فاحنا هنحط لها بابريكا، طبعا شوية كمون، فلفل، هنحط زيت زيتون، معلقتين كبار، اللي هنقلب المكونات دي كده، هنحط طبعا ملح، وهنجيب صينية مدهونة برضو. المنظر انتوا شايفينه، هنحط بطاطس بتاعتنا برضو، هندخلها الفرن لحد اما تتحمر وتستوي تماما. فانتظرونا. بعدنا هندخلها الفرن في نفس درجة الحرارة من 180 درجة، وهنقعدها تقريبا من 20 لـ30 دقيقة. فانتظرونا. ونبدأ ان احنا نسكر السندوتشات. ده كابوتشا، احط شويه كده اهوت على ما، وبعدين احط ايه بطاطس والايه والفراخ بتاعتي.
ونحط شويه سلطه الطحينه ون ايه نكمل. نحط الاول كله مع بعض كده زي ما انت شايفين. البطاطس بتاعتنا لسه طالعه من الفرن سخنه اهيت، لازم نحطها براحتنا برده، كل واحد زي ما هو عاوز. عاوز يحط شويه بطاطس يحط، عايز يحمرها بره براحته. بس انا اللي بالفرن بيبقى لها برده ايه نكهه حلوه طعمها. زي ما انت شايفين هنكمل المجموعه ونرجع مع بعض ان شاء الله. هو زي ما حماده كده ايه بس قرب شويه حماده عشان نشوفه. ساندوتش فخليكم معانا الخطوه اللي بعد كده زي ما انتوا شايفين اهو، هي لازقه في بعضها ونجيب صوص الطحينه. انتوا شايفين اهو ادي الشندوتش. هنكمل بقيه الشندوتشات ونرجع لكم. لا يمكن ما نحطش الطحينه فوق الفراخ، نحطها هنا على البطاطس مثلا والخضار. ممكن تحطيها على العيش براحتك. ونحط الفراخ، صوص الفراخ زي ما انتم شايفين اهو جميله من شكل جديد بالهنا والشفا. انت شوف حاجه روعه ومليان ازاي. الدوتش مليان الزيت اهو، تفتحيه مليان بطاطس وخضار، وممكن يتملى عن كده كمان، بس احنا عشان كده حلو ده.